بعد الهبوط اللي صار بأسعار صرف الدولار، بيشرت اليوم بلدية الغبيري وخاصة بعد القرار اللي طلع عن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر بدوريات على المحال والسوبر ماركت الكبيرة ضمن نطاق بلدية الغبيري. خلال الجولة اليوم تبين أنه في عدد كبير من السوبر ماركت والمؤسسات ما التزموا بتخفيض الأسعار، بالتالي أخذت بلدية الغبيري وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد قرار بالإقفال المؤقت لهذه المؤسسات لحين تصحيح وضع الأسعار وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع نسبة هبوط سعر الدولار. هذه المؤسسات اللي اليوم أقفلناها مؤقتا خلال النهار عمدت لتصحيح الأسعار، سمحنا لمؤسستين من الخمسة يرجعوا يفتحوا من بعد ما قدموا للبلدية ما يثبت التزامهم بتخفيض الأسعار. هذا الدور اللي عم تلعبه بلدية الغبيري هو دور كمان من صلاحيات البلدية وقانون البلديات، وخاصة أنه الشباب اللي نزلوا من بلدية الغبيري هن خضعوا لدورات مع وزارة الاقتصاد باتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للرقابة، ونحن بنعتبر هيدا من عمل البلدية اليوم أنه نكون إلى جانب المواطن وخاصة بالإشياء اللي بتمس الأمن الغذائي له ولقمة عيشه. نحن مكملين بهذه الإجراءات خلال الأيام القادمة لنبرم على كل المؤسسات ونتأكد أنه هذه الأسعار تخفضت، وحيصير كمان رقابة ومطابقة الأسعار بين هذه المؤسسات إذا تبين في هوامش ربح وأسعار مختلفة لنفس السلع ضمن بقية المؤسسات.